اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في قصه جديده من قصص الفن من النجاة. اليوم بتكلم لكم اكيد عن ارت ورك جميل ومميز، ويمكن هو جدا قريب حق قلبي لان انا شخصيا املك العمل الاصلي. العمل هو سحر الفن والقلم للفنان الراحل عبد الاله عرب. طبعا هو تركنا من قبل كم سنه، وكانت خساره كبيره يعني الخط العربي في الأمة العربية. ليش؟ الفنان عبد الإله الله يرحمه كان أكشلي من أفضل مدرسين الخطوط العربية في البحرين، وكان أيضاً كخطاط مشهور ومعروف أنه هو خط دستور البحرين في السبعينات. الجدير بالذكر أن الفنان عبد الإله عرب فاز بعدة جوائز، أهمها جائزة بينالي القاهرة لعام 1988 حق عمل اسمه حرف الحاء. طبعاً إحنا هاي العمل استخدمناه في السابق في الندى وبعدة ألوان وأشكال، وكان جداً محبوب إلى قلبنا وقريب إلى قلبنا. أوكي، بتسألوني شنو هي قصة هالأرتورك؟ شنو قصة هالعمل الفني؟ طبعاً هو عبارة عن أبيات شعرية، سحر الفن والقلم للفنان عبد الإله عرب. كلفت نفسي بالفن وكم للفن سحره، قد أضاع العمر في ريعانه خط وشعر، كلما سطرت سطرا ضاع من عمري سطره. السلام. من كتب هالأبيات؟ سيد إبراهيم، طبعا هاي مولود في 1897 وتوفي عام 1994، هو خطاط وشاعر مصري مشهور، وكان أستاذ الخط العربي بكلية دار العلوم والجامعة الأمريكية بالقاهرة. ظهر أنه يعني عبد الإله كان جداً متأثر فيه، فلذلك استخدم هالأبيات وسوى هاللوحة. وطبعاً بمدرسة تحسين الخطوط الملكية يعتبر امتداداً لأساتذة المدرسة المصرية في الخط العربي، له سيد إبراهيم، فتلمذ على يديه العديد من الخطاطين في مصر والعالم العربي على مدار 70 سنة، حتى أطلق عليه تلاميذه لقب عميد الخط العربي. نتمنى أن أعجبتكم هالقصة من قصص الفن من الندى، ونتمنى أن هي تجيب لكم قمة السعادة.